التجميس العسكري أولا طلب من القوى السياسية المختلفة والاتجاهات المختلفة أن تتقدم مبادرات. هذه المبادرة تعني أن 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 هنالك تشاورا يعني مع كل القوى السياسية لرسم هذه الخريطة، خريطة الطريق بالنسبة للعملية السياسية. لكن في ذات الوقت المجلس العسكري كان يعطي الحظوة بالنسبة للتفاوض لقوى الحرية والتغيير، بحسبان أن هذه القوى يعني هي التي تتحكم في مسألة الاعتصام، وأنها بيدها مسألة قضية الاعتصام، تضغط بورقة الشارع. وهذا حقيقة يعني هذا يعني كان هذه الخطوة ليست صحيحة من جهتي، يعني أنه الاعتصام يعني شارك فيه يعني اتجاهات مختلفة، ويعني وليس كل الذين في الاعتصام هم موقعون على قوى إعلان قوى الحرية والتغيير. وهذا ظهر لنا يعني في محطات كثيرة جدا، بل هنالك أيضا خلاف يعني ظهر مع بين التجمع المهنيين الذي يشكل القاعدة بالنسبة لتوجيه الاعتصام وقوى إعلان الحرية والتغيير، حصل هناك نوع من التفاوت، بل هناك أيضا هنالك تفاوت في مكونات القوى الحرية والتغيير. يعني احنا بدأ لنا من الجلوس مثلا مع بعض قوى الحرية والتغيير خاصة في نداء السودان أن ثمة تباينات في المواقف بالنسبة لي يعني الموقف السياسي يعني، وتصريحات السيد الصادق المهدي واضحة جدا في اعتراضه على الوثيقة التي قدمت أول مرة، ومن ثم أيضا كذلك حتى الموقف من إعلان الاعتصام أو الإضراب الشامل في يوم غد وبعد غد يعني. حزب الأمة كانت له مواقفه منذ البداية دكتور، وأيضا هناك الحزب الشيوعي الذي من المفترض أنه يعني هو إن دق التعبير هو المحرك، وهذه اتهامات توجه لقوى إعلان الحرية والتغيير بأن الحزب الشيوعي هو الذي يحركها، وهذا للأسف يعني طبعا الحزب الشيوعي أيضا هو يخرج ببيانات وبتصريحات يعني لا تدري ماذا يدور داخل هذا التحالف. هناك ثمة تضارب، والذي يدلك على هذا التضارب أيضا أنه إلى الآن حتى في قوى الحرية ليس هنالك توافق على رئاسة معينة وعلى يعني رئيس معين لقوى الحرية، هنالك يعني كما يقال يعني هي قيادة أفقية ليست يعني فرارا من مسألة الخلافات الموجودة. على كل المجلس العسكري يعني اضطرب في هذه المسألة أنه هو يعني قبل هذه المبادرات، ثم حلل هذه المبادرات أيضا ودعا أصحابها إلى النظر في هذا التحليل، وهذا جهد مشكور يعني يشكر عليه المجلس العسكري، كما يشكر على الانحياز أصلا يعني انحياز الجيش إلى مطالب الشعب أو المطالب الثورية. لكن الخطأ الكبير أنا في رأيي هو المراهنة على الحرية والتغيير، وهذه المسألة أثارت حفيظة الآخرين الذين يرون أنه هذا نوع يعني أن هذا يعني فيه الإقصاء كبير جداً.